طيب مشان تعرف مره ثانيه تجي على البيت. خليك ابي اتفرج عليك انا يا نوب. نزلني واو الله يصلي عليك كل ما صلت علي. واو الله يصلي عليك. كمل يا نوب. فليك شلون فليك شلون عم يعمل داب يا زلمه. الله يساعدك يا زلمه والله بحشش انت. اوكي وبعدين اعمل اكس. ايه اكس تمام. ها بدي اعرف اشتغل. ابوك على ابو اللي اخترعه. تستاهل مثل ما قال لك. بنص التصوير. بنص التصوير ابدا. قبل ما نبلش بالفيديو يا اصدقائي، اليوم جبت لكم قناة رهيبة كتير اللي اسمها لاتست فانتسي. لاتست فانتسي هي من القنوات اللي كتير مظلومة بالدعم، وبالمقابل محتواها جدا رهيب ومتعوب عليه بشكل مو طبيعي. مثل ما انكم شايفين يا اصدقائي، القناة بلشت جديد ومحتواها جدا رهيب. المحتوى بشكل اساسي بيرتكز على الانيميشن، طبعا الانيميشن بصورة كتير احترافية رح تلاقوها. وطبعا عن جديد بلش سلسله كتير رهيبه اللي هي ابو فله ضد بندريتا، ومثل ما انكم شايفين الانيميشن جدا رهيب. بلش السلسله على قناته ونزلت اول حلقتين، لا تنسوا تروحوا تشوفوها. وكمان يا اصدقائي عنده سلسله الالعاب بالحياه الواقعيه كتير حلوه وبتضحك يا اصدقائي، فيها كوميديا بشكل مو طبيعي. رح تلاقوا الانيميشن كله طبعا من صنعه هو، بتعبان فيهم الزلمه كتير محترف بهذا المجال، وعن جد كتير مظلوم بالدعم. فعن جد الزلمة كتير عم يتعب على محتوى قناته، فبتمنى من الكل يا أصدقائي ينزل لتحت ويشترك بقناته وتقولوا له أنكم من طرف المملكة، لأنه كتير بيستاهل. رح تلاقوا هلأ كمان هي اللقطة الكوميدية يا أصدقائي، بيكون هو طاير وفجأة بيضرب عليه، فبصراحة جدا رهيبة. المهم يا أصدقائي، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ومثل ما قلت لكم من طرف المملكة، وبس خليكم مع الفيديو. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله بخير. معكم شيركو ورجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو اصدقائي رجعنا لكم بسابع لا والله ومرحبا ومرحبتين واهلين وبهالقام وبهالعين وسبت واحد وتنين وخلص حاجه. كيفك شيركو؟ يا حول ولا قوه يا اخي، شو جابك يا اخي؟ بكفي صورت معك حلقه بقناتك، جننتني واقسم بالله جننتني. ايه وهي الحلقه كمان بدي جننك. لكن شو فكر انت؟ شو فكر لك يا معلم؟ ما بستغني حبيبي انت ولو تضرب. طبعا يا اصدقائي اي محمود رويال دخل معي السلسله كوماند كرافت، رح نصير نصور سوا والله يعيننا. يعني طبعا محمود، انت شو السبب اللي خلاك تفوت؟ يعني الروبوتات حبيتهم ولا التصاميم ولا شو الشيء اللي جذبك اكثر شيء؟ الصراحه يعني بتعرفوا انتم انه كتير السيرفر بجنن، كتير الوضع فخامه حسيته، تمام عرفتوا علي كيف؟ بس انا دخلت لاني بحب شيركو وبعزه، عرفتوا علي؟ مشان اجيب مشاهدات. المهم يا شباب طبعا شو؟ يعني انتم شو لا باند باند على السريع على السريع باند. وينك انت؟ باي. بلعت باند بدون ما تسوي شيء. تستاهل سيبي قتلك. ارجع يلا. فالمهم يا اصدقائي، قبل ما نبلش بالفيديو نزل لتحت ودوس زر اللايك. خلينا نشوف محمود افندي قديش بدك لايكات بما انك انت الضيف. يعني والله بدي 3500 لايك على هذا المقطع. يا زلمه بالرياحه بوصلوا 3500. قول 4 5 لا اسف والله مو بقصدي. خلص سيبي خلص ارجع سيبي دايا. وينو سيبي؟ لو سمحت يا سيبي، هذا صديق اوكي. لك والله سيبي مو طايقك يا زلمه. هذا انا النفر صديق والله ما انت. ليش انت يضرب انا؟ والله انا حرام مظلوم. الله يحب انا. المهم هلا كم لايك بدك من الاخر؟ ملوك هون بوصلوا الفيديو 4000 لايك بالعاده. 4500 يلا ماشي هيك. العيون يا شباب 4500 مو لعيون محمود رويال، لعيوني انا اوكي. بس المهم رح نوصل الفيديو 4500 تمام. ايه تستاهل والله تستاهل. اوكي يا جماعه الخير، خليني اقول لكم هلا على السريع شو التعديلات اللي سويناها. طبعا سويت نافوره، تعال شوف هون في نافوره. ايه خوبا يا زلمه النافوره صار شغل منوب اللي اختراع روبوت هيك شغلات يا اخي. ليك شغلات المنوب بس والله حلوه على حال. والله انه فخامه النافوره. شوف احلى من وشك على الاقل. سيبي حبيبي يلا سيبي على السريع على السريع على السريع سيبي. كفو يا الله كفو يا زلمه كفو يا زلمه. خلص كفو والله سيبي والله وحش. فالمهم يا اصدقائي، هون محمود حب يترك بصمته يعني، فخلينا اقتل هذا الزومبي على السريع. فهي الاختراع عفوا النافوره تبع محمود، فاكتبونا بالتعليقات اذا عجبتكم. اكيد ما عجبتكم يعني كثير بتجنن. 10 من 10 اللي ما بيحط 10 من 10 بدي بنده من قناتك. كيف بنده ما بعرف بس اوكي. هلا شو رايك اول شيء نروح ننام محمود؟ لانه شو اسمه يلا امشي ايه عم ناكل قتله صرنا ساعه. انا اصلا على فكره من الحلقه الماضيه او اللي قبلها مجهز تختين هيك تحسبا. سبحان الله كنت متوقع انه ممكن كنت... شو
انقذ حياتك. الله عليك الله عليك والله جاري سلخ ماكنه. يلا 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 تعال نسلم على عمو المزارع. تعال محمود سلم على. يلا 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 تمام. ها هذا ايه سلم عليه. ضغط عليك كليك يمين. ضغط عليك كليك يمين عشان تسلم عليه. اوكي وبعدها اعمل اكس. ايه ايه اكس تمام. ها بدي اعرف اشتغل. ابوك على ابو اللي اخترعه. تستاهل مثل ما قال لك. طبعا يا اصدقائي الحلقه الماضيه طلبت منكم تصاميم تصمموها مشان احط فيها الروبوت الكبير الحربي. طبعا هذا الروبوت اهم شيء اسويه انه ما اخلي محمود يلمس هذا الروبوت. اذا لمس محمود هذا الروبوت الكبير خلص السيفر تفجر. محمود فاصل لانه عرفتوا كيف. ف اه الله يساعدك اتصور. الله يسهل. قلت لكم فاصل فاصل والله قلت لكم فاصل. المهم يا اصدقائي طبعا مثل ما انكم شايفين هذا التصميم اجانا من واحد من المشتركين. واذا انت كمان يا صديقي حابب كمان تشارك معنا بالتصاميم هالمره ما راح لكم انستغرام راح لكم هاي المره بسيرفر الديسكورد. خلي محمود يقول لكم شوي شو راح نعمل بسيرفر الديسكورد. ياب يا شباب طبعا في روم راح نفتحه ان شاء الله واللي هو انه اقتراحاتكم للسلسله. هذا الروم راح تصيروا انتم تنشروا لنا فيه صور عن الشغلات والبيوت والامور اللي بدكم نبنيها في السيرفر هذا اللي عم نشتغل عليه انا وشارجو اللي هو كوماند كرافت. فروحوا كلياتكم انزلوا على الديسكورد تبعنا وصيروا ابعثوا لنا تصاميمكم اذا انتم مسويين تصاميم روبوتات مثلا وبتعرفوا بالروبوتات وعندكم شي فكره حلوه بدكم اياها نطلعهم بالفيديوهات فبعثوا لنا تصميم بعثوا لنا الفكره تبعه كلياته بهذا الروم اللي هو اقتراحاتكم للسلسله تمام. فيلا اوكي تمام يا اصدقائي. فهلا مثل ما انكم شايفين هذا التصميم اجانا من واحد من المشتركين اسمه عيسى جيمر. فالمهم يا صديقي لا تنسى كمان تشترك بسيرفر الديسكورد لحتى انت كمان تقدر تسوي هيك تصاميم. طبعا اضفت عليه انا شويه كوماندات يعني فرح تلاقوا هون اصدقائي الاوبن رح يطلع هذا الصوت وينفتح الروبوت. لا لا محمود اوعك نزيل محمود دونت تاتش. ايوه ارجع نزيل نزيل بعد اني بعد اني نزيل. لا 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 تفجر العالم اوعك نزيل محمود حبيبي حبيبي اسمع اسمع شوي محمود كلمه امشي قدامي لشوف قدامي اوكي اوكي خلص أوكي. قدامي اوكي ليش ما مثل الروبوت فشلنا اطلع اطلع يلا عن وجهك اطلع ما تستاهل تستاهل رجعوا لك نزيلوا لك نزيل يلا نزيل بسرعه بسرعه نزيل يلا ايوه سكر هون لازم احط هون خلص روم زائد 18 انت مالك علاقه شو قصدك ليش يعني مفكر حالك يعني كبير مثلا يب انا اكبر منك. المهم يا شباب طبعا بتعرفوا كلياتكم انه هذا اللي اقترحه المشترك عند شيركو شو كان اسمه شيركو عيسى جيمر بالضبط هذا الشخص اقترح كل هالشيء هذا. بس طبعا انا اقترحت تبع الاوبن وانا اقترحت تبع الكلوز. شوفوا يا شباب واهم شيء واهم شيء واهم شيء هي الفرقيه اللي عم تطلع بالنص طبعا انا هي اقترحتها. المهم حط اسمي بين اسماء المشتركين تعرف انت. فالمهم يا شباب طبعا حاليا بصراحه حاسس انه هذا التصميم لسه فيه هيك شيء ناقص يعني عم حاول هيك اعمل له درج لفوق يعني مثلا هيك اعدل الروبوت اعمل له تعديلات هيك لوحه اعدادات كامله له عرفتوا كيف. فهذا الشيء اللي عم بفكر اعمله ويمكن ايرون بارز كمان اغيرهم. فخليني اشوف هلا شو صار. محمود انت كانه انطفت عندك الشاشه ولا بس عندي محمود محمود اوف 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 محمود انت بغرفه الكوماندات ما هيك يخرب بيته ليش هيك ما عم يزبط هذا الامر لحما لك 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 شو اللي معمي لك محمود طلع من غرفة الكوماندات يا زلمة لك ده بس لضبط الأمر يا زلمة لك انت انت من وين تعرف بالأوامر لا شو هذا شو هذا شو هذا اه شيت يا رجال لك محمود طلع بالله يطلع شو رهيب لك شو شو صار ارتفاع 100 او ماي جاد لك محمود يستر على اختك اطلع لك على على شو ما بدك اطلع 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 اخي لا تكبس لا تكبس اي زر لا يا الله ليك بطلت اشوف شيء وين ما عم بالزور عم بتحرك يا الله لك محمود بس اطلع محمود لا تصلح شيء لا تصلح خلص لا تصلح لا تلمس اوكي 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 خلص تمام خلص ايه لا تضغط اي زر هذا 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 لازم ضيق شوي زائد هون وبنحط الناقص من هون شو نعمل سلاش سلاش هون مدي 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 الله مدي. يساعدك لا محمود حبيبي محمود وين وين والله جايك جايك انا ما نعمل هيك بعدين بنجرب اشتغل او ما اشتغل لك وين ما اشتغلت نجرب يا زلمة يي طارشيركو يي طارشيركو اشتغل اشتغل لك ما احلى طلع طلع بسرعة 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 بلا اصلا انت امتى جبت ايرون يا اخي ما بدي اخذ الكوماندات من الصندوق ما هيك والله انك نور اقسم بالله حرام لا يا زلمه لك على فكره شوف والله العظيم انه كثير سهل الكوماندات وحلوه عجبتني دايش ولا اجرب لا 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 خلص بس 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 خلص 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 خلص, 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 خلص. ايوه هيك كسر هذا الزفت. طيب بما انه هلا يا اصدقائي محمود المزعج انا والله ماني مامن فيه بالسيرفر انا هلا الرساله رفعته على ريلم يعني هلا امتى ما بيقدر بيقدر يفوت والله بخبص فبدي اعمل هلا كوماند يا جماعه يكون في بودي جارد هون ما يخليه يفوت نهائيا. فهلا وينه محمود احا شو عم يصير معك محمود شو بدك
ليش هيك ما خليت اقرب على شيء، ما خليتني اعمل شيء، ما خليتني اسوي شيء، جاي عم بشكي همي هالبحر اللي بنيته انا. طب محمود وينك؟ محمود خلص شو. خلص بخليك تبني بيت. ما بدي. بخليك مزرعه. ما بدي. طيب بخليك مثلا بخليك تركب الروبوت الكبير. ما بدي. لا لك الكبير يا اصلا وين روبوتك الصغير صنعته بالحلقه تبعك؟ ما بدي. خوب ابن ناقص يا زلمه روح نلح. شرقو بدك تسوي لي بيت خلاص. روبوت يسوي لي بيت. اوه روبوت يسوي لك بيت؟ نعمله كمان ضغطة زر؟ بس شو؟ من هلا بينزل على قناتي. ليه؟ شو بيتي شو بيتك؟ ليك عندك بيت طويل عريض سياح نياح بفوت فيه الجمل. خلص ماشي اوكي يا شباب. طبعا خليكم مشتركين بقناة محمود، احتمال تلاقوا الروبوت عنده بيبني بيت بضغطة زر. فماشي يلا شوف هنعمل يعني. تعال نروح نام. تعال احلى شيء انه مسكر الباب بوش يركو كله. وما انا لحقت افوت. بعرف انت اخترقت الباب لانك هاك وربي هاك. لك لك شلون لك 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 شلون عم ينام عم ينام عم يعمل داب يا زلمة. الله يساعدك يا زلمة والله بحشش انت. لك لك طلعوا من ورا. لك شو محترم. هات هات شو ايه كتير يا زلمة بحبك كتير يا والله وحياة الله بكتير. المزارعين عندك شرقوا مو محترمين. كله هو حبيبي لهذا. لك لك ما احلى يا زلمة. القلع بدي اعرف اشتغل عن ابو اللي اخترعك يا زلمة. اوكي يا جماعة فالمهم اللي رح اعمله بهي الحلقة انه رح اعمل روبوت يضل يقلع محمود لبرا البيت ما يفوته نهائيا. هلا رح زبطه. هلا بتشوف يا محمود. لا ليش كل الحقد هذا؟ لا لا لانك واحد مخرب. انت واحد مخرب والله العظيم. لا يا زلمة ايش سويت لك؟ والله العظيم حبيت بس انه شوف يعني انت بتعرف اني انا محترف كذا وسوف اطلع احترافي شبك. والله كذاب يا زلمة. اوكي يا جماعة طبعا هلا رح احاول اعمل روبوت. خليني احط الكوماندات تبعه هون. تمام فرح احط هلا واحد هون بهي الطريقة. حلو هلا بهذا الكوماند يا اصدقائي. صح كمان في شغلة بدي اقولها. احتمال تلاقوني هلا مثل ما انكم شايفين انا واقف فوق الكوماند بلوك رح تلاقوني عم حول كرييتيف وارجع سيرفايفل. فهذا الشيء طبيعي مو معناته انه نحن عم نستخدم جيم مود. معناته يا اصدقائي انه انا هيك صار فيني افتح الكوماند بلوك لانه الكوماند بلوك ما بينفتح اذا كنت سيرفايفل. عرفتوا كيف؟ فبدي هذا الكوماند مشان اقدر افتح الكوماند بلوك. فيعني لا كتير تقولوا جيم مود ومدري شوف. صح محمود؟ صحيح. الله يساعدك. طيب رح نسبن هلا يا اصدقائي الروبوت ام بي سي مده واحد مده. وهلا بدي زر. فهلا يا اصدقائي رح اضغط انا على الزر ف اوكي المحاولة الثانية يا شباب المفروض هلا يكون زبط يعني واحد. لا انا لحد اوكي يلا. واحد اثنين ثلاثة تاتا. خلاص اوكي يا جماعه خليني هلا انا اجيب الام بي سي من الشات. بتوقع اسهل بألف مره. فيب خلينا نشوف هلا. حلو هي الام بي سي. اول شيء بدي اعدل عليه اعمله روبوت. اوكي حلو عملته هلا روبوت وراح اسميه طبعا بودي جارد. تمام هيك انه هذول ما بتعرفوا انتم البودي جارد كذا. طيب هلا هيك ممتاز الحكي. خليني هلا اخذ البلوك من هون مثل ما انكم شايفين. شو كسرت محمود كرمال الله. اطلع من المختبر. اطلع بسرعه لبرا. خليك العظيم ما بلش حول الكرييتيف لحاله. اقسم بالله العظيم كنت واقف. خليك تحت بس. هيك امورنا تمام. المهم يا شباب خليني هلا اورجيكم على السريع شو الكوماندات اللي انا حطيتها. طبعا مثل ما شفتوا حطينا كوماندين فوق بعض. بالكوماند الاول بتحطوا هذا الامر. دقيقة شوي خليه يفتح. تمام فالكوماند الاول يا اصدقائي رح يكون هذا الموجود قدامكم. عملت اكسكيوت لمحمود رويال اذا كان موجود باحداثيات البيت يطيروا هيك 100 بلوك لفوق. فشوفوا هلا شو رح يصير. وهون طبعا رح خلي الروبوت تبع البادي جارد يحكي يعني خليته يحكي. فا اوكي يلا يا محمود بدي اجرب هلا عليك. اوكي ها اوكي ياب. انت شلون شفتني هون؟ لا شفاف والله. اوكي يا جماعه خليني هلا اجيب انا الحارس الشخصي تبعي. بدي احطه وين يا جماعه؟ احطه هون. اوكي بتوقع هون منيح بس رح يوقف فوق. طب خليني اكسر هي اول شيء. فهلا رح اروح واحط اجيب تي بي يعني اجيبه للام بي سي. فاوكي يا شباب مثل ما انكم شايفين جبت هلا البادي جارد. رح يصير دائما هيك واقف جنب بيتي. يلا محمود تعال شوف هلا. جرب بس هيك جرب تخرب اي شيء. الله جاي لك ها هلا بتشوف معلم هلا. طبعا اللي رح يصير انه رح يملك تي بي ويقلعك لبرا. فاكيد يعني ما رح يصير اي غلط زلمه. يا شباب
وكفو كفو لا لك لا يخرب بيته موتني وانا طاير بالجو شلون هيضبط الله خليك برا ايوه شفت عم يقول لك انا خليك برا ايوه خليك برا شرقلك شرقه والله يا هي مش هتعرف مره ثانيه تجي على البيت خليك خليك ابي اتفرج عليك انا يا نوب نزلني واو الله يسلط عليك مثل ما سلطت علي واو الله يسلط عليك كمل كمل يا نوب طائر النورة حلق 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 وقع ومرأة حلها والله حلوة يلا يلا انزل 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 خليك برا خليك برا طيب يلا خلاص خلاص خليني أصلح الجليتش خليني أصلح الجليتش يلا يلا محمود خلاص صلحت لك إياها والله صلحت لك إياها تمام وخلاص يعني أجيها يلا ايه فوت هلا أيوة برافو وينك وينك أنت هلا يمكن ألعب كتير ياب بعدني على هذا على الصحراء معلم صرت بالصحراء ياب وينك وينك ليك ليك محمود ليك محمود يلا احسن مشان كل ما تقرب على بيتي تنقلها لبرا معلم ما تلمس شيء لانه جلطني اليوم يا زلمه شال من بي يا زلمه شال من بي ان شاء الله تحط حراس ان شاء الله على تبع الكوماندات كمان يعني انا هي شغلي هنيك بتعرف انت كل هو اول شيء بدي احط عند الكوماندات اساسا يمكن شو رايكم يا شباب اعمل واحد تاني للكوماندات والله لازم محمود والله ما بتامن فيه فاوكي يا شباب طبعا هيك خلص ما ضل شيء بتوقع للفيديو والله انا عم حاول اني انظم المنطقه اللي هون يعني هيك اعمل كوماندات شوي منظمه لهلا لساتها هيك خبيصه يعني فشوفوا انا من قبل كنت عم بعمل ازاز واسميهم بس هلا ما بعرف صاير بس هيك بدي اعمل الكوماندات من كتر الافكار الكتيره والله ما شاء الله عليكم يا اصدقائي انتم كتير عم تحمسوني فهلا بعد شوي بدي اخذ اسم مشترك اضيفه لسيبه فخليني اشوف هلا وينه محمود اوكي محمود وينك تعال يو محمود كيف طلعته لك شو يا نوب لا اوعى اوعى تفجر شيء اوعى تفجر شيء هذا الروبوت لا يا زلمه ما فجر شيء شبك لك شبك لك شبك يا زلمه لك ما احلى لك شو ما احلى لك زين 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 هذا بفجر لا يا نوب يخ لك عم تفجر شو لا 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 تعمل كليك يمين اوكي خلاص لا 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 يا محمود محمود كرمال الله انزل محمود انزل محمود انزل انزل خلاص انزل خلاص 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 جوا 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 لا يا نوب لك شو طلع تعال شوف شو تعال شوف شو هاد هاد شو هاد خربوا لهاد مين شو مين خربوا شو شو هاد محمود لك لا لا خلص ربي اعزب اعزب الله رجع الروبوت احرد رجعه خلص لا تاكل هم ها لعيونك ها ايش ضل محل ترجع له يا رجع خلص لعيونك شارق لا تاكل هم ولو لك 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 محمود كرمال الله محمود خلص ما عاد فات معلم ها لك خلص شيله طلع 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 بس بس طلع خلص بس بس ايوه طلع يا روبوت يا محترم ليش هيك سويت طلع انت انت المحترم يلا طلع برا يلا يا ليك الروبوت او ماي جاد مو هذا كان الكلوز ليك الباب محترم الباب حتى كمان او ماي جاد فطبعا اللي فاز معنا يا اصدقائي اسمه نادر نينو اتوقع هيك اسمه اسف اذا قريت الاسم غلط بس شكرا كتير يا صديقي واي حدا حابب يدخل لقائمه سيبه او يصير اسم من هالاسماء فكل اللي عليك تعمله اقترح لنا اقتراح خرافي او تعطيني تصميم من خلال الديسكورد طبعا قلنا لكم كيف خلال الحلقه محمود اعطيني اعطيني الديسون بلوك هاتو هاتو هذا بيحولك كرييتيف هلا بيقولوا لك عم تغش هات هات بسرعه بسرعه لا مالي عاطيك شي روح العبني يلا هذا هذا لي اصلا انا اخذته محمود عم اقول لك هاتو هذا بدك تتحول في كرييتيف انت اذا صرت كرييتيف بتعرف شو يعني روح مالي عاطيك شي يا زلمه يا نوب كمل مقطعك خلص يا شباب بتوقع خلي بلوكت الريدستون معه ما بتصور انه خطير لهالدرجه محمود يعني وما انه مؤذي عرفتوا كيف ما يعني مو لهالدرجه اوكي صح محمود اكيد اكيد لكان ولو يا زلمه بقص ايدي فاوكي اصدقائي طبعا التصميم اللي بدي اياه منكم عشان تنزلوه يعني عندكم بالديسكورد اللي هو تصميم مطعم تمام انا بدي منكم تصمموا لي مطعم لانه الحلقه الجايه ان شاء الله راح اصمم مطعم ويكون في طباخ روبوت راح يكون فكره كتير رهيبه فانزلوا لتحت واشتركوا بسيرفر الديسكورد لحتى تعرفوا كيف تبعتوا لي التصاميم فاوكي اصدقائي بنكون وصلنا معكم لنهايه الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك محمود اعطينا كلمه اخيره وبس والله يا شباب انسى المقطع لايك اشترك بالقناه اذا ما لكم مشتركين شوفكم مقطع جديد We'll be right back.